أرنب، أرنب، أسد، أسد. أنا، أنا، أو، أستاذ، أستاذ. أنا أستاذ. إي، إنسان، إنسان، human being، إنسان. في وسط الكلمة مثلا شباك، شباك. نافذة، نافذة. باب. ألف doesn't come at the end of the word unless it's a name like هدى and بشرى, and we write it in different way and we call it ألف مقصورة. It's ألف without dots. هدى, بشرى, طوبى.